صباح الخير لكل المشاهدين يلي انضموا لنا. يحكي يسوع عن ملك أقام عرس لابنه ودعا الناس للعرس. منناقش هيدا المثل مع ضيفنا الأسيس النائب الدكتور إدغار ترابلسي يلي بيرفض كل هالألقاب، ولكن نحن بتستخدميه كل مرة بنسى بتعرف لأنه مستحقين وعن جدارة ومش عن عبث هول الألقاب دكتور، وأكيد الأحب لقلبك القسيس. اليوم بدنا نحكي شو بيتضمن هيدا المثل معك دكتور ترابلسي، وشو أهمية هيدا الدعوة بزمن الألم والحزن. وأكيد قبل ما نغوص بهيدا المثل يلي حكي يسوع وشو بده يوصلنا من خلاله، لأنه دايما في رسائل، في منا واضح في منا مبطن، بدنا تخبرنا كيف كان معرض الكتاب اللي سنويا عم بيكون عن جد هيك بقعة من الضوء الثقافي بكل الظلام اللي عم نمرق فيه. معرض الحركة الثقافية في أنطلياس هيدي السنة ذكرنا بأيام العز، ما كأنه قطعنا سنتين كورونا، أو لربما هالسنتين الكورونا والانقطاع عن المعرض خلت الناس يجوا بشغف. مشهد من زمان ما كنا شايفينه حتى قبل الأزمة، وكان الإقبال شديد وكبير. كان في كتاب مميزين عزموا كتير ناس، وهيدا بيعود بالخير على كل العارضين. كان في تكريم، كان في ندوات، محاضرات، كان بالحقيقة مهرجان ثقافي بامتياز. وأنا بدي أشكر كل الأصدقاء اللي نعرفهم أو اللي تعرفنا عليهم، اللي لبوا الدعوة من وراء التلفزيون وإجوا، وكان عددهم كتير كبير. نحن كرسالة الكلمة، مجلة رسالة الكلمة اللي اليوم هي أونلاين على الفيسبوك، بيقدروا يحطوا رسالة الكلمة ويشوفوها، أو ويب سايت. كتير مسرورين وتشرفنا بمعرفة الكثير من الأصدقاء، والمجلة عم تخدم كل الناس من كل الأديان ومن كل الخلفيات. فيها رسالة مميزة، بتمنى هلأ اللي عم يسمعنا للحال يفوت على فيسبوك رسالة الكلمة وينضم إلى عائلة هالمجلة. شكرا كتير على كل الجهود. أنا بعرف أنه كتر وراء هذا المعرض، ولكن عن جد هيك بدنا نوجه تحية لكل القيمين وكل المشاركين، وعلى رأسهم أنت، لأنه منعرف شغفك لتدل هيدي الكلمة عم تنتشر أكتر وأكتر، للثقافة تنتشر أكتر وأكتر، للمعرفة تنتشر أكتر وأكتر، للإيمان كمان يكون عم بعيشه كل مسيحي بالمعنى الصحيح للكلمة. وبدي أرجع أذكر المشاهدين كمان يكونوا كتار اليوم هيك بكبسة زر، نظرا للظروف اللي عم نقطع فيها كلنا. رسالة الكلمة يمكن كمان هلأ صار convenient أكتر لكل الأشخاص وين ما كانوا يكونوا عم بيحصلوا ويشتركوا بهيدي المجلة القيمة جدا، يلي معلوماتها كان العدد الأول لليوم ما بتروح وما بت أكيد يعني بتصير ما لها قيمة خلينا نقول، أو قديمة، بتضل كل يوم عم نتعلم منها. كمان لنرجع للمثل دكتور ترابلسي، خبرنا شو بدك بالبداية تقلنا عنه بشكل عام. نحن هلأ صلنا فترة من بعد عيد الميلاد عم ندرس أمثال الرب يسوع المسيح، وهو علم الناس بقصص قصيرة حكمية فيها دروس. خلصنا أمثال الملكوت ورجعنا للأمثال العادية بإنجيل متى، واليوم بدنا نحكي عن مثل وليمة الملك، ومنشوف بهيدا المثل الكثير من العناصر يلي منتعلم منها. إذا سمحتي لي بقرأ المثل. أكيد. وجعل يسوع يكلمهم أيضا بأمثال قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه، وأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس فلم يريدوا أن يأتوا. فأرسل أيضا عبيدا آخرين قائلا: قولوا للمدعوين: هو ذا غدائي أعددته، ثيراني ومسمناتي قد ذبحت، وكل شيء معد، تعالوا إلى العرس. ولكنهم تهاونوا ومضوا، والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم. فبيجي الملك بيغضب، بيقول لجنوده:
ولعماله. أما العرس فمستعد، وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين. فاذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس. فخرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرارا وصالحين، فامتلأ العرس من المتكئين. فلما دخل الملك لينظر المتكئين رأى هناك إنسانا لم يكن لابسا لباس العرس، فقال له: يا صاحب، كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس؟ فسكت. حينئذ قال الملك للخدام: اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. هذا هو المثل، وبقلبه في دروس كثيرة. مين هن الأب والابن أو الأب والابن بهذا المثل؟ هذا مثل في مثله مثل آخر وبيتطابقوا وبيتشابهوا بلوقا 14. صاحب العرس عم بيدعي لعرس ابنه. الصورة بتصير بكل القرى والبلدات وين ما كان، هيك بصير. بيدعوا لحفلة العرس، بتاخد بضعة أيام بس في سهرة أكبر شيء. شوف يسوع راح إلى عرس قانا الجليل، يبدأ الإنجيل هيك بدون عناء كبير. واضح إن الصورة عن الآب وعن يسوع المسيح، والصورة فيها شيء مستقبلي إسكاتولوجي. منعود لما نقرأ صفحات الإنجيل، قلنا الإنجيل ببلش بعرس قانا الجليل وبينتهي بسفر الرؤيا بعشاء عرس الخروف، لما الكنيسة بتلتقى بالمسيح بأورشليم السماوية. فواضح هون عامل عرس عم بيدعي لائحة محددة من المدعوين ليلبوا الدعوة يجوا على العرس، رفضوا لأسباب متنوعة. طيب، تشبيه الملكوت بالعرس بدون تشكيك، يعني سؤالي ما بيحمل تشكيك، بس هل هو بمحله؟ هل الملكوت أشبه بالعرس؟ نحن نتعلم من القصة يلي قدمها يسوع، وهو قال يشبه ملكوت السماوات عرس، لأنه بالمخيلة تبعنا في شيء بده تزبيط. نحن منتخيل ملكوت صمت ثقيل، ومنتخيله شيء على زيح ما بين الكآبة والغبطة، لأنه كآبة ولأنه غبطة، مثل قصة الموناليزا، بتطلع بوجهها لا بتعرفيها مبتسمة مبسوطة ولا بتعرفيها حزينة. ما بعرف من وين عندنا أفكار فيها ألوان رمادية غامقة عن الملكوت، بالوقت اللي هون عم بيقول إنه الملكوت هو عرس. عرس بمعنى السعادة والغبطة والفرح، خاصة لما الناس بيلبوا الدعوة بيكتمل العرس، بيكون في فرح بالعرس. ونحن منعرف بقصة هالعلاقة بين الداعي والمدعوين والدعوة واللقاء والفرح، كل هول العناصر عم بيحكوا عن عودة الإنسان لعند الآب، مثل لما رجع الابن الضال عن بيت بيو عمل له عرس. فبتشوفي يسوع قال بمكان آخر: السماوات تفرح بخاطئ واحد يتوب. ولما بينزل الحمل عن الظهر، حمل الخطايا والآلام تبع الضمير، بيبدأ العرس بحياة الإنسان. فهون بتتغير فكرتنا عن الملكوت. الملكوت منه شيء هيك تقيل وسوداوي بدون فرح. اللقاء مع الآب، العودة إليه بالابن، إلى الابن، إلى المسيح، بتخلق بالإنسان فرح سماوي، وبتخلق بين المجموعة اللي هن لبوا الدعوة فرح عرس. طيب العرس أكيد منه كمان سوداوي ومليء بالفرح مثل ما عم بتقول، ولكن إذا بدنا نشبه كوننا عم نحكي عن مثل وعم نفكفك ألغاز ومعانيه، كتار منا اليوم بكل بساطة إذا بدنا نحكي لما نتلقى دعوة عرس منشوف عالم
تتلقى هيدي الدعوة بابتسامة، بفرح، بشوق، بتهاني من القلب للعروسين، وكتار كمان وكمية لا بأس فيها بيقفتوا وبيتقففوا يعني. وهي الصورة بتنطبق على دعوة الله لنا لنكون بالملكوت ونكون ناس صالحين ونستاهل هيدي الدعوة على الملكوت، ونحن عم نرفض هيدي الدعوة ومندلنا بالخطية. هون انت عم تعملي بارافريزينج بلغتك الخاصة ليسوع حكي. لما نقرأ إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه وأرسل عبيده ليدعو المدعوين، نعتقد لازم كلهم يلبوا الدعوة بفرح وشوق ويجوا راكد. منلاحظ دغري للحال يسوع بيقول فلم يريدوا أن يأتوا، بس رجع دعيهم ورجع دعيهم ورجع دعيهم، رجع بعت لهم عبيد آخرين عماله تيقولوا للمدعوين. أنت لاحظي أنه الدعوة راحت ثلاث مرات. أول شيء خبرهم في عرس، رجع بعت لهم الدعوة على العرس، رجع أكد لهم العرس وقال لهم أنا عملت الغداء، غدائي أعددته، ثيراني ومسمناتي قد ذبحته. عم بيعمل لهم من قيمتهم، الحقيقة عم بيعمل قيمة نفسه، كل شيء معد، تعالوا إلى العرس، عمل لهم وليمة رح يبس لهم إيدهم. شوف قديش هو ما بخل برحمته ولطفه. أول مرة والتاني مرة والتالت مرة بدك قلك إيش هو تقيل، كلمة لم يريدوا أن يأتوا، شو هالإهانة. هلأ بتشوفي هون هولي مقسومين، ناس ما بدهم يجوا وناس تهاونوا ومضوا، استخفاف بالدعوة، وفي ناس أكثر عدائية. يعني الدعوة العرس لازم تكون دعوة نلبيها، البعض ممكن يتهاونوا لأي سبب، بس أن يكونوا عدائيين أمر مستغرب، كثير مستغرب، هي مؤلمة، هي تصير معنا نحن كبشر نتألم كثيرا. ليه تشبه الملكوت بالعرس؟ قلت لك ليش، لأنه التوبة والعودة إلى المسيح تعطي فرح وغفران، والرب داعينا لملكوت جميل مفرح مجيد. هيدا يلي الناس مش عم بيعرفوه، هول اللي لم يريدوا أن يلبوا الدعوة. لو عارفين شو خسرانين مبيل شو ربحوا، شيء آني، لازم يترك كل شيء آني وقتي هلأ ظرفي ويركضوا ركض إلى دعوة العرس. طب بس الناس بتعرف أنه الملكوت هو عرس؟ يعني نحن مندعى مرة على الملكوت مش على الأعراس، لا مندعى مرة. هل رفضهم لأنه ما بيعرفوا شو ناطرهم وهيدا الشكل اللي نحن منعيش فيه كل يوم؟ طيب منيح اللي سألتي، في آخرة، في محاسبة، في حساب. طولي بالك، أول شيء دعيهم للعرس أول مرة، تاني مرة كلمة عرس تكفي، يعني لازم المخيلة تبعهم تقول لهم شو يعني عرس. تاني مرة شرح أكتر لما حكي لهم عن الغداء أعد، الثيران والمسمنات ذبحت، صار عندهم فكرة أكبر، معناتها هيدا عرس جرانديوزو، قصة إنه في كبيرة، إغراءات، مش استغراءات، العرس كبير عقد ما صاحب الدعوة كبير. أكيد، ولما بتيجي الدعوة من شخص كبير ما بتتعامل بهيدي الطريقة. هيدا الاستخفاف، شو يعني بدنا نروح نقنعه بشو للمدعو؟ لازم يكون المدعو لما بتيجي الدعوة يحرك للحال، بيقول لهم تعالوا إلى العرس، لكنهم تهاونوا ومضوا، واحد إلى حقله واحد إلى تجارته. شوف الهم الدنيوي حرمهم من تلبية الدعوة إلى العرس، مثل لما نحكينا بأول مثل عن الزارع، هموم هذا العالم. طب كان مضطر يقول لهم في السماء وال يعني تعامل معهم بلطف وبتكرار الدعوة، عم بيعطيهم يعني مثل مش قصة عم بيغريهم، عم بيشرح لهم، عم بيعطيهم فرصة تانية يفكروا شو ناطرهم. هن يمكن راكدين تيأمنوا أكلهم اليومي، هو عم بيقول لهم الذبائح عندي كتير، تعوا في كتير ناس. قلت مرة الماضي نحن مصلحيين في اتباعنا للمسيح، بطرس الرسول قال له نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ بالوقت للشاب الغني تركه لما قال له بيع كل شيء واتبعني. طيب عم بيقول لهم تعوا،
في معد لكم وليمة كبيرة في الملكوت، وليمة ابني. تهاونوا مضوا، وفي فريق لقطوا عبيده وشتموهم وقتلوهم. خي ما بدك تلبي الدعوة، ضروري تهينون، بالتالي تهين صاحب الدعوة، ضروري تقتلوا عبيده. وهيدي إشارة لما صنع بالأنبياء والرسل والمبشرين. ما حدا مات عم خدته، اجوا يدعوا العالم كلهم اتذبحوا. شوفي الدعوة اجت أول مرة، تاني مرة، تالت مرة، بأجيال، بكل جيل في من يدعو، بكل جيل في من يتهاون ويرفض الدعوة ويشتم ويقتل الداعي. طب هو كيف تصرف مع هيدا الرفض؟ كيف بيتصرف الأب؟ تصرف بكل رأفة أبوية، وكرر الدعوة لحد ما صارت رفض كلي. وهو كان عنده لائحة بالمدعوين، وهون منشوف للمناسبة هيدا المثل اجا مباشرة بعد مثل سابق، لما انبعت اللي بعتهم وشتمون وقتلون، اخيرا ارسل اليهم ابنه قائلا يهابون ابني، ببعتلهم ابني. واما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث، هلموا نقتله ونأخذ ميراثه، فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. بتشوفي هون الكلام عن خاصته، المسيح إجا أولا إلى اليهود ورفضوه وقتلوه، وقبل منا الأنبياء والرسل. فشو صار بعد ذلك؟ بيجي صاحب الدعوة للعرس من بعد هيدا الرفض والعدائية، العرس قعد، فبيبعت جنوده بيشيلها لهالمدينة العاصية بدون ما نفسر ونطول. بعدين بيقول لي عبيده أما العرس فمستعد، وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين، فاذهبوا إلى مفارق الطرق، ومن وجدتموه وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس. روحوا جيبوا مين بلب الدعوة، يا ألف أهلا وسهلا، بعابري السبيل يجي الخلاص مفتوح للجميع. وهيك بتشوفي التحول اللي حصل من العهد القديم، رسالة عبر بني إسرائيل إلى بني إسرائيل وعبر إلى العالم، هلأ صارت رسالة مباشرة إلى جميع الأمم عبر الذين أرسلهم الآب والابن للبشارة لجميع الناس دون تمييز عرقي أو بالجنس واللون أو طائفة أو ديني أو طبقي أو رجل أو امرأة. روحوا ادعوا الجميع إلى العرس. وهيك صار، روحوا ادعوا الناس خليهم يجوا، لأنه اللي سبقوا دعوتهم ما كانوا مستحقين. فهون بتشوفي تحول. وراحوا العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرارا وصالحين، راحوا دعوا كل الناس. قبل كان داعي عيال كذا، هلأ روحوا دعوا كل الناس أشرار وصالحين. أسيس، ليش في تفاصيل مرات ما بنعرف ليه انوجدت أو انحكى عنها، مثل قصة اللباس مثلا اللي طلب من الجميع بهيدا؟ في عادي بالشرق القديم كانوا الملوك لما يعملوا أعراس لأولادهم يخيطوا عبايات جديدة. هلا الناس جايين ولابسين مرتبين، بس كانوا على الباب المدعوين على العرس الذين لبوا الدعوة، هو جاي بلبسوا العباية. هيدي بنشوفها بعد لحد أيامنا. مثلا هلا بتشوف إذا واحد بيطلع على صنين على مطعم بالثلج بيجيبوا له عباية، أو بعض الأماكن الجبلية. فكانوا يلبسون عبايات مزركشة وينعرفوا أنه هولي المدعوين وهولي الخدم. فهيدي العادة موجودة في التاريخ، وفيها من كرامة صاحب العرس. فمثلا بعرس بعودة الابن الضال لبسوا عبايته، فهيدي العباية كأنها ريبليكا لعباية البي، كلهم لابسين نفس العباية كأنه كلهم صاروا عائلته. ولين طرد اللي ما كان لابس؟ لأنه هيدا تسلل. أوكي، هون بتشوفي هيدا لا ما بيستاهل الملكوت. طيب خليني يعني ارجع اقراها شو صار. يعني اجا صاحب العرس، امتلأ العرس من المتكئين، دخل الملك لينظر المتكئين هو شخصيا، رأى هناك انسانا لم يكن لابسا لباس العرس، فقال له يا صاحب بلطف
كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس؟ فسكت. حينئذ قال الملك الخدام كبوه برا. بالحقيقة هيدا نص في إنجيل متى يسوع قاله مبني حرفيا على اقتباس من نبوة صفانيا لما بيحكي عن الآتين إلى العرس ويقفزون فوق العتبة وليس عليهم لباس العرس، يعني بده يفوت على العرس بشروطه هو مش بشروط صاحب العرس. يكفي انه الله اعطى الدعوة بلا تمييز للجميع لكل المعترين ولكل المنيح ولكل الاوادم ولكل الزعران اشرار وصالحين وللي بدهم تعا يا خي يفوت من الباب. هيدا مصر يفوت على العرس على طريقته، وهون نحن منشوف بين طريقتنا وطريقته لازم تخضع طريقتنا لطريقته. ما فيني انا اقول انه ايه انا بدي فوت على العرس بس بطريقتي. كل شيء عامل في اصول، في يعني اصول وفي باب، العباية بتتلبس على الباب. تعا من الباب، فوت من الباب. هون بتشوفي هيدا الانترودر بيقولوا له، هيدا المقتحم. يا ويلي شو في اشياء، هيدا المقتحم. وهيدا المقتحم بفرج انه واحد مصلحجي بده يفوت ياكل ويشرب بالعرس بدون ما يتناغم مع إرادة الملك وجمع الحاضرين، وما بده يكون الناس اللي بيخضع لقصة لباس العرس. قصة لباس العرس نحن بنعرف في العهد الجديد البسوا المسيح. ما فيني انا فوت على الملكوت ومش لابس المسيح طبعاً. وهذه دعوة للتوبة وللغسل من الخطايا والعودة اليه، وبيقبلنا مش انه ما بيقبلنا، هو لو اجى من الباب كان قبله. بس بتشوف انه في ناس بدهم كل الفوائد من الملكوت دون ان يخضعوا لشرط الدخول من الباب يلي قال عن حاله انا هو الباب، هو المسيح. المسيح هو الباب. بدي فوت على الملكوت على طريقتي، بدي فوت على الملكوت بإرادتي، بدي فوت على الملكوت بشطارتي، بدي فوت على الملكوت باستحقائي بدون ان اخضع لشرط دخول الملكوت من الباب. بلب الدعوة وبلبس العباية المطلوبة لباس العرس يكون لي كرامة كالباقين. يعني قديم نتعلم من هيدا المثل اشياء في كتير نتعلمه بالحقيقة. هيدا المثل شو غني، هيدا المثل وسعوا عليه الرسل. فمثلا بيجي بالعهد الجديد بالرسائل، كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصنا هذا مقداره. شوفي هول المدعوين، أول فريق اللي ما اهتموا، تاني فريق اللي شتمون وضربون وقتلون كذا، وصولا لهذا اللي فات. طب نحن عم نتهاون بالدعوة ومفكرين آخر نهار نوصل على العرس، ما بتوصل على العرس. ففي باب مفتوح وباب رحمة واسع وعريض ولكل الناس. لما بيقول أشرارا وصالحين للأبرار والأوادم ولاد العيال والمهذبين ولاد الكنايس واللطفة وال عندهم كياسة، وللزعران مثل هيدا اللص اللي على الصليب اللي كان قرب المسيح، كله مدعو إلى التوبة. نحن مدعوين ما نتغنى ببرنا وآدميتنا، نحن مدعوين نلبي الدعوة. في فرق بين أنه أنا أقول أنا مش عامل شيء وبحق اللي فوت، وقول أنا ما بستاهل وكتر خيره وعزمني. شو حلو دكتور ترابلسي، شكرا كثير لحضورك واهلا وسهلا فيك. شكرا. بدي اطلب من كل المشاهدين يلي عم بتابعونا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيكم تكونوا عم بتابعوا كل نشاطات الكنيسه الانجيليه، كنيسه لبنان، ورسالة الكلمه اكيد. يعني هول الشغلتين هيك اعملوا قرار اليوم تكونوا تفوتوا على مواقع التواصل الاجتماعي، تكون عم توصلكم هيدي الكلمة الحق. وأكيد بتبلشوا عن جد تتعمقوا بكتير من المعاني اللي منكون يمكن لقطينا هيك من آخرها. فاصل ومنتابع لقاءاتنا مع زميلي اليوم معي، خليكن معنا.